السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7 إي نيوز. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. محمد بن زايد: الإمارات داعما أساسيا لكل ما يحمي البيئة. رئيس جمهورية تونس يستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون. تركيا وفنلندا والسويد يستعدون لعقد اجتماع بشأن انضمام السويد إلى الناتو. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن دولة الإمارات العربية المتحدة داعما أساسيا لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في تويتر: في اليوم العالمي للبيئة نستحضر التحديات البيئية الخطيرة التي تواجه كوكبنا وأهمية أن نعمل معا للتصدي لها. وأضاف سموه: الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم، وستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي مرتكزة على سجلها الحافل وإرثها العريق في هذا الشأن. دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في اليوم العالمي للبيئة إلى توحيد الجهود والطاقات والموارد للحفاظ على كوكبنا وبيئتنا وتنوع طبيعتنا. وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: في اليوم العالمي للبيئة ندعو لتوحيد الجهود والطاقات والموارد للحفاظ على كوكبنا وبيئتنا وتنوع طبيعتنا، دعوة عامة لجميع المؤسسات والدول، لأن مستقبل أجيالنا مرهون بقراراتنا اليوم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن الإمارة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو المدفوع برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الطموح للمستقبل. وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في تويتر أن الشراكة المتينة بين القطاعين الحكومي والخاص تعزز نمو دبي لنضيف معها فصولا جديدة إلى قصة نجاح بدأت منذ عقود، مضيفا سموه: مستمرون بالعمل وتحويل الأفكار إلى فرص جديدة لتكون دبي دائما النموذج الملهم للتنمية والمكان الأفضل للعيش في العالم. نتابع الفيديو من الصفحة الرسمية لسموه عبر تويتر. أن شعارنا الذي كان دبي مدينة العالم سيصبح دبي هي العالم، دبي هي العالم. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي توبياس لي نندر وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية. وتم خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث مسارات التعاون وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الإماراتية الألمانية التي تستند إلى أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل والحرص على دفع آفاق التعاون والشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما. افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عددا من المشاريع التنموية في قرية بلواخ الموريتانية، تضمنت عددا من الوحدات السكنية ومدرسة تتكون من 6 فصول دراسية ومسجدا يتسع ل300 مصل وحديقة لأطفال القرية ومركز خياطة لتمكين النساء وسائل إنتاج تعينهن على تدبير أمور حياتهن وإكسابهن مصدر رزق دائم، إلى جانب رصف الطرق الداخلية للقرية وتنظيفها من المخلفات والنفايات.
وذلك ضمن مبادرات الهيئة التنموية على الساحة الموريتانية. شارك في مراسم الافتتاح وفد الهلال الأحمر برئاسة سعادة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف للهيئة. أعلن برنامج إكسبو لايف اختيار 36 مشروعاً مبتكراً من 34 دولة ضمن دورته السادسة لمنحها الدعم المالي والتوجيه الفني، وتركز الحلول الإبداعية والمبتكرة التي تقدمها هذه المشاريع على إحداث تأثير إيجابي لصالح مستقبل كوكبنا وتعالج قضايا التغير المناخي ضمن مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي والترميم البيئي وجودة الهواء والنقل والكربون، فضلاً عن الأمن الغذائي والنفايات والطاقة والمياه والتمويل وحماية المجتمعات الضعيفة. وبهذا الصدد قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي إن ضمان مستقبل مستدام لكوكبنا يدفعنا لتسريع مبادراتنا وتعزيز التعاون لإيجاد حلول لتغير المناخ، وقد ظهر جليا في إكسبو 2020 دبي كيف يمكن للمنظمات والجهود المجتمعية تقديم حلول إبداعية والمساهمة في تحقيق أثر كبير في جهود مكافحة تغير المناخ. نظمت وزارة الدفاع الإماراتية متمثلة بسلاح الخدمات الطبية وبالتعاون مع مستشفى زايد العسكري حملة للإقلاع عن التدخين بعنوان تنفس سليم بالامتناع عن التدخين، تماشيا مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين. افتتحت في أبوظبي أعمال الندوة الدورية 15 لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي التي تناقش على مدار يومين أدوات الاستثمار الفعالة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وأكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات أن الندوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث كافة الموضوعات ذات الصلة بشؤون التقاعد والتأمينات من خلال التركيز على أدوات الاستثمار ودورها في تعزيز الملاءة المالية واستدامة صناديق التقاعد لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول التعاون. تواصل دولة الإمارات جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية المهددة بالانقراض وحماية التنوع البيولوجي في الإمارة، وذلك في سبيل تحقيق الاستدامة البيئية وصونها لأجيالنا القادمة. نتابع. المبادرات الخيرية في دولة الإمارات لا تتوقف. دولة الإمارات من خلال بلدية منطقة الظفرة تطلق مبادرة تركيب البيوت الأعشاش للطيور في الأشجار تزامنا مع يوم البيئة العالمي.
الأخبار العربية والعالمية من 7E News. جرت في قصر بسمان الزاهر مراسم اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي، وتقبل جلالة الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير الجمهورية اليمنية الدكتور جلال إبراهيم فقيرة وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد الكريم بحة والسفير غير المقيم لجمهورية كوسوفو والسفير غير المقيم لجمهورية مالي بوبكار ديالو، كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية البرتغال روي ألبرتو والسفير غير المقيم لجمهورية سلوفينيا ساسو سنيك والسفير غير المقيم لجمهورية منغوليا بولغان إنكو والسفير غير المقيم لجمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية سوشيل كومر. ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت موسيقى السلام الملكية الأردني والسلام الوطني لبلدانهم، وأقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة جلالة الملك الحسين بن طلال وجلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين وجلالة الملك طلال بن عبد الله. استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر قرطاج الرئاسي بتونس، حيث تم خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس التعاون وتونس وسبل تعزيز أواصر العلاقات الخليجية التونسية القائمة. نتابع مقتطفات من اللقاء في هذا الفيديو من الحساب الرسمي لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستوليت لمناقشة انضمام السويد إلى الناتو في إسطنبول حسبما أعلن القصر الرئاسي التركي. وقال يانس عقب لقائه مع أردوغان إن اجتماعا ثلاثيا بين وفود تركيا وفنلندا والسويد بشأن طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، وتقدمت السويد وفنلندا في مايو من العام الماضي بطلب للانضمام إلى الناتو. مع عقد مؤتمر أوسلو حول حماية الأطفال من النزاعات المسلحة، أفادت اليونيسيف بأنه منذ بدء المراقبة في العام 2005 تحققت الأمم المتحدة من 315 ألف انتهاك جسيم ارتكبته أطراف النزاع في أكثر من 30 حالة صراع في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وفي بيان أصدرته بالتزامن مع اجتماع الدول والجهات المانحة والمجتمع الإنساني في النرويج، دعت اليونيسف إلى التمسك بالقانون الدولي ومحاسبة المرتكبين وتوفير الأموال الضرورية لحماية الأطفال المعرضين للخطر. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن العالم يعلم ما يجب أن يفعله لحماية الأطفال من الحروب على الرغم من درايته بما يجب القيام به. اقتصادية مشاهدينا، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 في شأن صلة الأشخاص غير المقيمين في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال قانون ضريبة الشركات. وقال يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية تتماشى معاملة نظام ضريبة الشركات للدخل المحقق من العقارات في دولة الإمارات وغيرها من الأموال الأخرى غير المنقولة العائدة لأشخاص اعتباريين أجانب مع أفضل الممارسات الدولية، والتي تنص على أن الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة يخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها هذه الممتلكات.
رياضياً وتعزيزاً لجهود إمارة الشارقة في الحفاظ على البيئة البحرية ولتنظيم نشاط الغوص، يعمل نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على تجهيز 9 مواقع لمحبي الغوص في مدينتي خورفكان وكلباء، حيث تعد البيئة البحرية في المدينتين موطناً للشعاب المرجانية والعديد من الكائنات البحرية والأسماك. نتابع الفيديو معكم مشاهدينا من المكتب الإعلامي التابع لحكومة الشارقة. عن أحوال الطقس في بعض الدول العربية والعالمية. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرة أخبار منتصف الليل من 7 إي نيوز، وهذا تذكير بالعناوين. محمد بن زايد: الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة. رئيس جمهورية تونس يستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون. تركيا وفنلندا والسويد يستعدون لعقد اجتماع بشأن انضمام السويد إلى الناتو. كنا معكم مشاهدينا من 7 إي نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.